نصيحة لوجه الله في شأن الدين: لا تقبل أي كلام إلا بالدليل، ولا ترفض أي كلام إلا بالدليل، ولولا الدليل لقال من شاء ما شاء. أين الدليل؟ موضوع مصيري، موضوع خطير، شقاء أبدي أو سعادة أبدية. الله قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب ما العبادة؟ من أدق تعريفاتها هي طاعة، يعني خضوع لمن؟ لمنهج الله، لمنهج الخالق، الرب المسير، الإله الرحيم، العليم، الحكيم. طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية. فما عبد الله من أطاعه ولم يحبه، بالمقابل وما عبد الله من أحبه ولم يطعه. طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية.